عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة كل خبيضة، الحاج أحمد نحييكم من سوق الأنصاري بالسويس. حلقة السمك، أكبر حلقة سمك في السويس، اسمه سوق الأنصاري. أسماك على جميع الأشكال. هنا السمك وهنا الشاوي. جبت سمك وشويناه. سمك بالردة ماشي، سمك على زيت وليمون، وبنعمل جمبري كمان بالخلطة. دلوقتي هيطلع وصوره لكم. ده سمك بوري، ده اسمه سمك سهلية. هذه جميع انواع السمك. سمك صوبيا صح؟ صوبيا سويس اصلي اصلي صوبيا حابت تقول عليه في مصر مكرونه شعور قمره. دي قمره صح؟ ودي لوتا. لوتا لوتا بتاعت كتان لوتا عاملها 6-7 كيلو. ده مرجان بقاتا، ده مرجان بقاتا. ده دينيس. مكعبات؟ دينيس ده. مكعبات يا معلم، يا معلم حد يكلمني. دينيس هيخليك عريس. ده صدق. صدق. سمك صدق. ده اسمه قمر، سمكة قمر. ده شعور. ودي قمرة. ودي همور. ودي همور. بصوا مكرونة لا نفسك ولا عليا حاجة. دي مكرونة مصر ولا عليها مكرونة. ودي صوبيا. دي صوبيا بقى تتعمل بقى تتغسل وتتعمل تبقى شمعة أبيض. تتعمل فاهيتا، تتعمل في الطواجن، تتقلي كل حاجة. الصوبيا دي مفيش بعد كده. الصدق، سمك الصدق اهو. ديني الشعور. الشعور كابوريا. كابوريا ده قوي.
رومبا رومبا طماطم البحر لوبي كل قواقع البحر هنا رجعنا لكم تاني. ادي السمك بتاعنا اللي شويناه، سمك بوري، سمك سجايه، بيضه بوري، بيضه بوري، وده جمبري عملناه بالخلطه. وده الغدا بقى بتاع النهارده، غدا سمك وجمبري، سمك مشوي وجمبري. ودي الفرن اهي، ودي الفرن اهي بتاع الشوي، الله اكبر عليهم يعني. الفرن دي سول انصاري، سول انصاري هيلف لنا السمك دلوقتي وناخده ونمشي على مصر. اللي عايز يتغدى بقى سمك يجي بقى، يجي لنا النهارده. حد عايز ياكل سمك؟ سمك سويسي اصلي اصلي. السمك بتاعنا هو اللي اتلف اهو. ترش لك ملح عشان هو رش. ها ماشي، احنا بنحب ملح خفيف. أول لفة أوكي. خلصنا لف السمك بإذن الله. صور لكم بقى الجمبري، افتح كده بتاعه صور لكم الجمبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنونا في فيديو جديد.